اهلا بيكم معايا من جديد، معاكم شيماء رضوان. النهارده ان شاء الله هعمل فطاير بالجبنه، الجبنه الكريمي الفيلادلفيا او الكيري او اي نوع جبنه كريمي عندك، بيبقى لذيذ جدا لما بتكون تاكليها سخنه كده، بتبقى خطيره. وكمان اسهل انواع الحشوات موجود عندك في التلاجة. عايزه تعملي حاجه فطاير للولاد بتبقى تحت ايدك زي ما بيقولوا. العجينه بتاعتي انا هنا بعجنها، حطيت كل المكونات ما عدا الدقيق، خلطتهم كويس، وبعدين ضفت الدقيق شوية شوية ولحد ما كونت العجينة معايا وبقت تمام وكويسة. أنا بفضل العجينة بتاعتي دايما بتكون لينة شوية زي ما احنا عشان نشوف دلوقتي، زي ما احنا شايفين مش ماسكة قوي عشان خاطر ما تنشفش معايا في الفرن، يبقى فيها شوية رطوبة عشان مع حرارة الفرن اللي مهما كانت الفرن بتاع البيت مش عالي زي المخبز، فعشان تفضل طرية معايا. حطيتها في مكان دافي وسبتها ساعة تقريبا عشان تخمر. انا عشان الجو برد جدا وفي الشتاء، فسخنت الفرن يا دوبك بس سخن كده يعني دقيقة او اتنين اول ما شم الحرارة، وقفلته وحطيت العجينة فيه، سبتها ساعة لحد ما خمرت وبقت بالشكل اللي احنا شفناه. انا هنا عاملة مقدارين، مش عشان كده شايفين كمية العجين كتير. قسمتها وهبتدي ان انا اخد كل جزء واكوره كور صغيرة، احاول اخليهم متساويين على قد ما تقدري لغاية لما نخلص كل المقدار معانا. هحط شوية زيت وابتدي احاول ان انا اغلف كل كورة بالزيت عشان خاطر وانا بشتغل ما تنشفش معايا من الهواء وتعمل طبقة مش ظريفة وانت بتفردي. انا هفرد على الزيت هنا مش الدقيق. بالنسبة لي شخصيا انا يعني بحب افرد على الزيت لانها بتكون سهل في الفرد، ما بتاخدش معايا وقت جدا، وقت واقدر افردها بالسمك الرفيع اللي انا عايزاه. وكمان الزيت بيدي هشاشة اكتر وطراوة للفطاير غير لما اكون بفردها بالدقيق. فردتها، حطيت العجينة وابتديت الفها زي ما احنا شفنا، وهشيلها على جنب، هسيبهم لغاية لما اخلص، هسيبهم نص ساعة واجيب صفار بيضة مع معلقة لبن واقلبهم كويس وابتدي ادهن الفطاير. ممكن تضيفي حبة البركة او سمسم، اي حاجة تحبيها، او تسيبيها كده. انا سبتها كده ما ضفتش عليها اي حاجة المرة دي. هدخلها الفرن، فرن على درجة حرارة 200، درجة مئوية او 400 فهرنهايت. وما خدتش معايا دوبك 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير قوي قوي، علشان خاطر ما تنشفش في الفرن وتفضل طريه معانا وهشه. طلعتها حطيتها بفوطه عشان برضو تحتفظ بالرطوبه بتاعتها وتبقى طريه معايا. تحياتي شيماء رضوان.